اسهل طريقه تقدر تخلص بيها انجاز ضربه ثلاثيه وانجاز ضربه رباعيه. الانجازات دي نزلت معانا في التحديث الجديد 2.2، وكل انجاز عليه 215 نقطه، الانجازين مع بعض عليهم 430 نقطه. الطريقه اللي هقولك عليها دي دلوقتي انا خلصت بيها الانجاز كامل في اقل من يوم. فاول حاجه خلينا نروح للانجازات. هتدخل على البروفايل بعد كده على كلمه الانجازات، وهتروح على علامه الميداليه، وهنا تقدر تلاقي الانجاز. الانجازين نفسهم ضربه ثلاثيه وضربه رباعيه، الاثنين نفس الفكره. واول انجاز اللي هو ضربه رباعيه بيطلب منك انك تجيب 4 كلات خلال دقيقه، ودي ملهاش علاقه ببدايه الجيم او باخر الجيم، المهم في الجيم نفسه ان انت في خلال دقيقه واحده تكون جبت 4 كلات، في نص الجيم في اخر الجيم عادي، المهم ان يكون كل الكلات دي خلال دقيقه واحده. وانجاز ضربه ثلاثيه برضه نفس الفكره، 3 كلات خلال دقيقه واحده. وخلي بالك ان كل انجاز بيتحسب لوحده، يعني ما ينفعش تعمل ضربه رباعيه وضربه ثلاثيه تفتكر انه هيتحسب، لا كل واحد لوحده. يعني تجيب 4 كلات هيتحسب ضربه رباعيه، تجيب 3 كلات هيتحسب ضربه ثلاثيه. ولازم كمان ان الجيم نفسه يكون مصنف وتقييمك جولد او اعلى من الجولد، لان انت لو اقل من الجولد مش هيتحسب معاك. فخلينا نروح على الطريقه اللي تقدر تخلص بيها الانجاز. اول حاجه هتنزل على خريطه نوسا اللي هي الخريطه الجديده اللي موجوده معانا، بعد كده هتنزل على المنطقه اللي محدد عليها دي بالظبط اللي هي اسمها تلباك، وهتنزل على العمارات العاليه. العمارات العاليه دي اللي بيكون موجود فيها البوتات، والمدينه نفسها موجود فيها 4 بيوت، كل بيت موجود فيه 2 من البوتات. فانت بتنزل على سطح اي عمار وتاخد سلاح وتفنش البوتات اللي موجودين في البيت، وتشوف الانجاز اللي انت عايز تعمله سواء ضربه رباعيه او ضربه ثلاثيه. لو ضربه رباعيه فانت بتموت 4 بوتات وبتطلع، ضربه ثلاثيه بس بتفنش 3 وهتطلع من الجيم. ولو نزل معاك حد على 3 بيوت فانت ممكن تفنش البوتين اللي موجودين وتطلع تروح بالحبل اللي فوق، تروح البيت اللي الواحد ده موجود فيه بوتين، والثلاث عماير اللي جنب بعض كل بيت موجود فيه بوتين، وبس مجرد ما انت تخلص البوتات اللي موجوده هتطلع من الجيم او تنقص دمك يعني. بعد كده تطلع من الجيم عادي هتلاقي الانجاز اتحسب معاك، وبس دي اسهل طريقه تقدر تخلص بيها الانجاز من غير ما تنزل او تفايت او اي حاجه، ومش هيحتاج منك اكتر من يوم، ان الانجاز نفسه خلصته في يوم، لان انت لو هتخلص الانجاز ده عادي فهياخد منك وقت كتير، لان هو محتاج جيم مصنف وكمان لازم تقييمك يكون اعلى من جولد. هتلاحظ هنا في الاخر برضو جالي اللي هي الميداليه اللي هي ضربه رباعيه. وبس كده دي اسهل طريقه تقدر تخلص بيها الانجاز الجديد. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديده.